دعم الجزائر للقضية الصحراوية على غرار حركات التحرر الأخرى التي شهدها العالم منذ ستينيات القرن الماضي هو موقف ثابت ومبدئي نابع من مسارها التحرري ومن إيمانها الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها. فبالرغم من كونها ليست طرفا في النزاع ولا مصلحة لها فيه، فإن الجزائر تدعم المسار الأممي وتشجع المجتمع الدولي بكل مكوناته على التقيد بالشرعية الدولية وتكثيف الضغط على المغرب لدفعه إلى الرجوع إلى المسار التفاوضي دون قيد أو شرط، وتغليب لغة الحوار العقلاني والمتكافئ في مفاوضاته مع جبهة البوليساريو خدمة لمصلحة الشعبين الصحراوي والمغربي الشقيق. أعتقد أن المغرب أخطأ تقدير في اختيار حليفه الجديد والسماح له بالتدخل في شؤون المنطقة، وأنه يسعى الآن إلى تسويق فكرة عرجاء مفادها أن تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني سيمكنه من قلب موازين القوة لصالحه، وأن يفرض منطق القوة وسياسة الأمر الواقع بالصحراء الغربية. هذا التصرف المتهور واللامسؤول يدل على أنه لم يتعلم من دروس الماضي التي أثبتت عدم نجاعة سياسة لي الذراع في ضوء تمسك الشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.